النهارده كمان تلاجة فري ستاند، تلاجة كولر، تلاجة ميني بار سعة 115 لتر، أرفف ستانلس، 3 رف ستانلس وشبكة من تحت، تبريد ستاتيك عميقة من جوه، باب ازاز دبل، وكمان بتكون زي ما احنا شايفين مزودة بإضاءة ليد. هنفتح من جوه ونوريكم شكل التلاجة. ما شاء الله فخامة، إضاءة ليد من جوه، اللون بيبقى أسود، عميقة من جوه، تبريد ستاتيك، أعلى كفاءة وأقل استهلاكا للطاقة. أدي بطاقة كفاءة الطاقة، وحاصلة على شهادة الجودة الأوروبية. أدي الدي سي بيل بتاعها 41 دي سي بيل و115 لتر، وأرفف شبك ستانلس. زي ما احنا شايفين تلاجة ميني بار، باب إزاز من هاينريش الألمانية.